اتكلم. قولي قولي. تعال خد حقنا في التوتة يا ولد. الحقن العضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم يوسف فريدو، دي قناه فارماسيستاوي. النهارده هنتكلم عن الحقن العضلي. عندنا اربع اماكن بنحقن فيهم في العضل. العضله الاولى في عضله الكتف، في الجزء اللي عامل زي السبعه هنا. في العضله الثانيه هتكون عضله الفخذ، والثالثه عند مفصل الفخذ، والعضله الرابعه اللي انا قلت لك عليها التوته. الحقن في العضله الخلفيه او عضله المقعده، انت اول ما المريض يقول لك على الجزء اللي هو هياخد فيه العضله، اول ما تطلب من المريض ان هو يبين الجزء اللي انت هتدي فيه الحقنه، لازم تقسم الجزء بتاع العضله الخلفيه او عضله المقعده لاربع ارباع بالنظر كده. مش هتجيب طبعا مسطره وقلم وتقعد تسطر وتحدد، لا، هتقسمها بالنظر وتاخد الجزء اللي فوق يمين، مش فوق برضو على الطرف، بيبقى يعني في النص كده من الجزء اللي فوق يمين. قبل ما تدي المريض الحقنه، انت المفروض ان انت بتجيب قطنه وكحول وتبدا تطهر الربع العلوي من العضله او الجزء اللي هو في الطرف كده من فوق، مش في الطرف قوي عشان ما يجيش في اعصاب او يجي في اورده. هتيجي بعد كده تاخد جزء طويل او جزء صغير كده من العضله بايدك الشمال وتضغط عليه وتدخل فيه الحقنة عشان المريض يحس اقل بالحقنة او ما يحسش بيها جامد وما توجعوش قوي. عشان تتأكد ان الابرة دخلت في المكان الصحيح، تسحب المكبس بتاعها او المكان السحب بتاعها. لو خرج دم يبقى انت كده مش في المكان الصح، لو ما خرجش وحسيتها بتشد معاك كده يبقى انت في العضل. هتيجي بعد كده تفرغ المحتوى اللي جوه الابرة بشكل متوسط السرعة، لو زيت ياريت يكون خفيف يعني ما بقاش بسرعة. اللي يتعب المريض ان انت تقوم دايس بسرعة جامد مرة واحدة. لو حقنة سليوشن عادي، محلول عادي، تدخلها هتبقى اخف شوية من ان هي تبقى حقنة زيت. هتيجي بعد كده تسحب السرنجة تدريجيا من العضلة، وايدك التانية هتكون من تحت عشان تقلل الالم. المفروض بنعمل للمنطقة اللي اتاخد فيها الحقنة تدليك 5 دقايق، بس احنا طبعا مش هنفضل 5 دقايق ندعك في التوت، هنعمل تدليك بقطنة وكحول وبعد كده يعني يكون حاجة بسرعة كده على السخان، مش هنقعد عضلة المقعدة او العضلة الخلفية هي الاكبر والاكثر استخداما وهي الامن، مش محتاجين نعرف اي حاجة عن كده. في الاطفال اللي اقل من 10 سنين ما ينفعش احقنهم في عضلة المقعدة، ده ليه؟ لان الاعصاب بتبقى قريبة فممكن يجي في نيرف يحصل شلل لا قدر الله، وعلشان كده الاطفال بيتحقنوا في الفخذ. ما ينفعش ادي الحقنه غير في الربع العلوي اللي هو في الجنب اليمين عشان ما يجيش في عرق النساء اللي ممكن يسبب حرقان والم للرجاله. ونيجي نعرف ان ما ينفعش احقن اكتر من 5 مللي في العضله، لان ده هيسبب حدوث خراج في مكان العضله. ما ينفعش ادي الحقنه ويكون فيها دم، لان ده هيسبب عندي صديد. وممكن نتعلم في البداية على برتقانة نقسمها 4 أرباع وندي في الربع العلوي زي ما عرفنا. هنيجي دلوقتي الحقن في الكتف، هنلاقي ان هو بنفس الخطوات اللي فاتت، هنلاقي ان هو الفرق بس في المكان اللي هيتاخد فيه الحقنة. هنلاقي ان ده من اكتر الاماكن اللي بتاخد فيها التطعيمات، ومش كده وبس، لازم اخد الحذر واخد بالي ان انا ما استخدمش كحول كتير، هيأدي عندي ان هو يعمل تعطيل لبعض التطعيمات. الحقن الوردية، بعد ما يجي المريض ويكشف عن دراعه او يرفع الكم، بتيجي تقوم رابط الحتة دي كده قبل الوريد اللي انت هتدي فيه الحقنة عشان الدم او عشان الوريد يبان اكتر. هتيجي بعد كده تنزل ايد المريض لتحت لغاية ما الوريد يبان وتقدر تلمسه بايدك. هتيجي تطهر المكان اللي هيتاخد فيه الحقنة، بعد كده تسحب الجلد لتحت شوية عشان تقدر تحدد المكان اللي هيتاخد فيه الحقنة في الوريد بالظبط. في جزئية لازم نوضحها، ازاي الابرة اصلا بتتمسك قبل ما ندخلها في العضلة. ادي الابرة او السرنجة، بحط الصباعين دول هنا كده، وده بيبقى ثابت هنا كده تحت، اللي هو الصباع اللي قبل الصباع الصغير بيثبت تحت كده، وببدأ ادوس من هنا او بمسك كده الثلاث صابع دول هنا والصباع الكبير الناحية التانية. بس ما ينفعش الصباع ينزل تحت الابرة، عشان وانت بتدي الحقنة لما تيجي ترفعها تعرف ترفعها من غير ما الدم بتاع المريض يطلع من دراعه ويغرق الدنيا. خب في جزئية كمان عايز اوريها لكم، السن بتاع الابرة بيبقى فيه جزء مشطوف كده من هنا، مش عارف هيبان ولا لا. الجزء ده، الجزء المفتوح من تحت ده هو اللي يكون عند الجلد، في حتة كده بتبقى مسحوبة، الجزء المسحوب ده هو اللي هيخش في الجلد، ما تبقاش العكس. الجزء بقى اللي احنا عرفنا هو بيدخل من انهي اتجاه، ده بيبقى مماس على الجلد، وبدخله بزاوية 30
او 45. اثناء الدخول بتاع الابرة في الدراع هتحس بمقاومة، واول ما تخش في الوريد المقاومة دي هتقل. عايزين نعرف اللي هي دخلت في الوريد ولا لا. ببدأ امساحب جزء، لو طلعت دم يبقى انت كده في المكان الصح، يبقى انت كده دخلت في الوريد. وبعد ما تتأكد ان انت دخلت السرنج الوريد، تسحب الرباط اللي على الدراع بايدك الشمال وتحقن بالايد اليمين تدريجي. بعد ما تخلص من الحقن في الوريد بتيجي تسحب الابرة وانت حاطط فوقيها قطنة، وانت بتسحب الابرة تسحبها تدريج وتقوم دايس على القطن، بس ما تدوس عليها جامد بحيث ان انت يبقى في مقاومة وانت بتخرج السرنجة. لا، هتحطها اول ما السرنجة تخرج تقوم دايس وتخلي المريض يفضل دايس على المكان اللي دخلت فيه الابرة شوية. بص ابو الصحاب، اتجاه الابرة بيبقى في اتجاه الدم للقلب، ما تجيش تدخلي الابرة العكس، ماشي؟ نيجي لحقن الانسولين اللي انت مش محتاج ان انت تديها للمريض. حقن الانسولين المريض بيديها لنفسه بنفسه في المكان اللي فيه دهون كتيرة تحت الجلد. لازم تتأكد ان الانسولين لونه رايق وعديم اللون، يعني ما فيهوش اي تعقير او لو كنت اتعور. ما تستخدمش الانسولين لو في اي شكل من الاجسام الغريبة. وبعد ما تسحب الانسولين وتتأكد ان انت فرغت الهواء تماما من السرنجة، هتمسك جزء من الجلد بين الصوابع، وبعد كده تسحبه وتدخل فيه السرنجة. هنا بقى هتدخل السرنجة عمودية لغاية ما تخش كلها، مش زي اللي كانت في المقعد تلتين. ارمي السرنجة ورجع الانسولين الباقي في التلاجة. يلا انت مستني. وانت بتيجي تاخد حقنة الانسولين، ياريت يكون في دايرة تعلمها على المكان اللي انت خدت فيه الابرة. وبعد اسبوعين ممكن تاخد في نفس المكان، لكن لو خدت في نفس المكان الدهون بتبدأ تتجمع في المكان ده، والانسولين فعاليته بتقل عشان الامتصاص بتاعه بيقل بسبب الدهون اللي اتجمعت في المكان ده. فما ينفعش تاخد في المكان ده الا بعد اسبوعين. الانسولين لازم يرجع التلاجة في اقرب وقت عشان ما يبص. ما ينفعش نستخدم الانسولين اللي خرج من التلاجة بقاله نص ساعة في الصيف وساعة في الشتاء. حقن مضادات التقلط، هنلاقي ان حقن مضادات التقلط بيتم حقنها في جدار البطن، يا اما جنب السرة يمين او جنب السرة شمال، ما تنساش. وبتيجي تبص في النشرة بتاعة الدواء هيعرفك هي في اي اتجاه، يمين او شمال. دي حقن مضادات التقلط. هتيجي تطهر مكان الحقنة برضو بكحول، وتيجي تمسك المكان بين صباعينك وتبدأ تدخل الحقنة. هتدخل الابرة عمودية او زي ما الطبيب بيقولك، يعني زي بقى لو الطبيب قال لك اي حاجه تانية غير عموديه دخلها، مش هيقول لك عموديه دخلها عموديه. وزي اي حقنه بتبدا تدخلها تدريجي مش بسرعه عشان ما تحسش بالم. بعد ما تخلص الحقن بتبدا تسحب الحقنه تدريجي وترميها بعيد عن اي ايد طفل، مع مراعاه السلامه. تصحابكم السلامه. اختبار الحساسيه تحت الجلد بيتم ازاي؟ سرنجه بتبدا تضغط بالجزء اللي في زاوية على الجلد، تبدأ تضغط وبعد كده تدخلها في الجزء السطحي من الجلد. نقفلها بقى عشان ما نتعورش. يا لهوي كانت هتخش في ايدي. بتحقن المريض بنص ملي من الدواء اللي ممكن يسبب له حساسية، بتسيبه من 5 لـ10 دقايق يلف كده، يروح ياكله شوية لب، يجي لو ايده حصل لها احمرار في المكان اللي انت هتعمل حوالين المكان اللي انت حقنت فيه دورية، لو حصل اي احمرار في المكان ده يبقى المريض ده عنده حساسية من الدواء وما ينفعش ياخده. فاللهم رب بخر احزاننا ورص بومنا وبلور اللهم حياتنا بالصحة والعافية. كان معاكم يوسف وليد، ودي قناة فارماسيستا، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عايز تعرف ايه هو كل جديد ينزل ويوصلك رسالة دوس على زرار الجرس. مع تمنياتي بالشفاء لكل محاربي الامراض في كل دول العالم. سلام.